السلام عليكم حبيباتي، كيداير لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ بخير. هذا فطورنا ديال اليوم، انا وسلمى دايره المسمن كيسخن، بقى ما سخنش، نحطو شويه الكعك ديال اسفي وشويه الحلوه جامسه سلمى، وداك الشيء اللي قسم الله. ودرت اتاي بحثت القهوه، ما عجباش سلمى داكشي، باش درت اتاي اليوم وجينا باريزيان سخون. ايوا صافي، غادي نفطروا ندوز ان شاء الله نقاد دابا يا الكسكسو الغدا. صراحه الكسكسو كان تحت طلب ديال سلمى، قالت لي مشى هي الكسكسو ديالك، قلت لها نصيفو لك. صيفطت مصطفى جاب لي داكشي اللي قسم الله من الزنقه، راه الكسكسو نتغدا ونوصل سلمى المحطه ونمشي لسباته عند امي مريضه، دوزات مريضه مسكينه، جايين عندها واحد المتتبعه هي وراجلها يشوفوها، وغنمشي نجلس معاها شويه. يعني نفطروا وهانتوما معايا. صافي البنات كما كتشوفوا، من بعد ما فطرنا تغدينا، بعد ما فطرنا جينا قد درت الكسكسو، ها هو قليت البصله واللحم مزيان ودرت الخضره وكلشي تقلى، كانت شي طريقه مزيانه، ودرت البصله ودرت الزنجبير، درت كلشي. نقلب دابا هاد الكوكوط بحال هكا، جينا كنبقى هكا نقلب، داكشي اللي لتحت يطلع الفوق، داكشي اللي الفوق يهبط لتحت، خليه واحد نص ساعه هكا، ما نروي ما والو. والكسكسو بالتفصيل راني حاطه هي مزيان، جربوه البنات وعجبهم كاملين، نغطي عليه ونخليه وندوز نوريكم غير الحلوه اللي جابت سلمى. هي صراحه جابتها في الكومون واحد البنت، هاد الغريبه هادي اللي كنتو قلتو ليا البنات صايبيها لينا خديجه، راه صايبتها وما صدقاتش، والله ما صدقات ليا. درت الاولى ودرت الثانيه، ملي جات سلمى قالت لي هي كتبغي فران الزنقه، وانا فران الزنقه ما حدايش. هادي راه جابتها لواحد السيده بغاتها 2 كيلو ب 4000 ريال، كيلو ب 100 درهم ياك سلمى؟ نعم. كيلو ب 100 درهم هاد الحلوه غريبه، كديري كيلو ب 100 درهم؟ كيلو كيلو ب 100 درهم كتعبري كيلو الطحين ماشي كيلو الحلوه؟ لا كيلو الحلوه ماشي كيلو الطحين. يعني غتعبري كيلو الحلوه غريبه؟ لا ماشي كيلو الحلوه، كيلو الطحين. ايوا وداه تعطل باش كنبغيها لا ما تديش عليا اختي. كتاخذي كيلو ديال الطحين شحال ما خرج لك كتحطيه؟ مزيانه هذه كتكون شويه كتطلع الحلوه. المهم هاد السطل عامر راه ب 100 درهم الكيلو، يعني هنا 200 درهم وكتحسب السطل ب 20 درهم. اللي بغاها البنات غنخلي لكم الرقم تاعها وضمن ديال الحلوه تجيكم في الكار. خدات ديك البنت هاد الحلوه، خدات 2 كيلو وضمن ضو الجيران من عند حنيت، قالت لي سنشوف صيفط ليهم. صراحة غريبة زوينة بزاف، أنا كتعجبني. ودومونضات هذيك البنت على هاد الكعك العادي اللي ما منقوش، اش كيتسمى هذا سلمى؟ المنقوش. المنقوش هذا كيدير 50 درهم، تا هو الطحين، تا هو كتعبر كيلو الطحين داكشي اللي خرج، هذا كيدير 50 درهم. هاد السوبيرة ديالتي ماشي ديال سلمى، وسطل شراتو مولاتو ب 20 درهم، خلصاتو لسلمى ب 20 درهم، يعني هنا 5400 ريال. وصافي انا جابت ليا سلمى هاد الحلوه اول مره غادي نذوقها، جابت لي انا هاد الحلوه، جابتها للدراري. هذه انا اول مره غادي نذوقها الصراحه، هاد الحلوه غريبه، باش كيقولوا غريبه الشوكولاته شنو دايره بحال البسكويت ديال الزنقه. ملي دقتها كيقولوا بمذاق اوريو. اها بصح نيت جاني مذاق اوريو، يلا قلت لهم بسكويت الزنقه. وهذه ديال الهلال ديال الكوك الكاوكاو، هذه راها بالزربه مسكينه كتهرس انتوما. وجابت لي هاد الكعك، هاد الكعك شحال كتخدمي حتى هو هذا كيتعب تقريبا هنا كيلو؟ لا 2 كيلو. 2 كيلو 2 كيلو معاه هو كيكون غليظ على هذاك، ما كيشدش البلاصه او خفيف يعني كيلو غيتعبر فيه بزاف حيت هو خفيف. ايه شحال في كيلو؟ 50 وحده ولا شحال؟ هو راه ما تيكونش حد هنا، راه كيكون شويه تيكون طالع حد لنا. اش كيلو تيكون فيه سطر؟ ولكن هاد ديال الموس ما تيعمرش سطر بحال هذا بحال الاخر. اختي انا ما كنفهمش فيه. المهم هذا 70 درهم، فيه واحد اللوزه هنا وفيه القوام ياك على الاخر. ايوا صافي فيه نافع وحبه حلاوه وزنجبيل. انا باقا ما دقتش منه، واخا حطيته في الفطور ما دقتش منه البنات. المهم هادو هادي الحلوه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الحلوه ديال اسفي داكشي. والغريبه البنات والله الا جربتها وحق الله، ولكن ما صدقاتش ليا، وقلت لها سلمى قلت لها الحلوه ما صدقاتش ليا، عطيني المقادير. شنو هما المقادير اللي فيها سلمى؟ فيها ربعه الزبده، فيها ربعه الزبده، وكديري 3 الكيسان ديال العنبه زيت زيت وثلاثه سنيده. اما الا درتي الكاس العادي غديري 4 العنبه، ثلاثه كتشدي ربعه الزبده كتحكها مع السنيده هي الاولى، وكتزيدي ثلاثه زيت كتخدميهم حتى يولوا بحال البوماد. ثلاثه السنيده كتحكيهم مع الزبده، وثلاثه الزيت كتخدمي الزبده، وكتزيدي ربعه الكوك وسته البيضات
وربعة الخميرات وشي جوج باني ولا ربعة على حسب. وطحين على حسب الخليط كيلو وقيلة والفوق كاع وقيلة. ولكن انا راه جربت هادشي اللي قالت لي سلمى جربته بالحافل واحد، ولكن واخا تصدق ليك ما صدقاتش، واخا تصدق ليك ما طيبش ليك زوينه بحال هكا. هي خاصه في الفران محمره من الوسط. زوينه دابا الفران تاع الدار يطيبها ليك. نوريكم علاش ديال مين شتي انا كون كان حدايا فران الزرقاء كنت ديت كون عطيت لسلمى المقادير وتصايبها، ولكن راه خفيفه خفيفه بزاف وزوينه. ايوا هادي سرها فران الزرقاء، فران الزنقه ولا يقضي عليها. واش واقيلا اي فران يصيبها؟ كندهن بالبيض ونسكافي راه باينه. ايوا شكرا يا سلمى، بصحتك تستهلك بخير ما شتي والو. شتي لنا حليوات الله يجعل شي بركه اختي، جي ما نجيبي حتى حاجه راه بالشرط. ربي يخليك تي مولاتي بالشرط. سلمى انت راه بنت الدار كنقولها ديما، الى عزيزه والله اللي عالم وعارفه اللي كاين سلمى والله عارفه اللي كاين وعزيزه على الدار كامله. يحيى كيقول اخو اختي ماما كلشي. يحيى راه فن يحيى. الكسكسويه البنات طاب، المهم درت لي غير تسقيركم عرفتوا تسقيت عشوائيه، خليت هاد الجهه هنا ناشفه ليا وسقيت تما. وهذا لزكريا خويا ما غيتغداش مسكين، تنديه ليه هز ليه كسكسو ملي سمعني دايره قلت لي صافي انا غنسقي لك غنتغدا وندي سلمى الكار ومن تما نطلع للسباته ان شاء الله. يلاه البنات سمحوا لي. واللبن طبيعه الحال المستند الرسمي للكسكسو، لا ما كانش اللبن ما كاين حتى حاجه. هاد الكسكسو شكون يبغاه؟ شكون يقترح اليوم؟ كنت هي كسكسو اللي كنتي درتي في رمضان. كنت غندير لها اللحم بالبرقوق في الطاجين ما بغاتوش، درتي ليا كسكسو ديال رمضان. تفضل اختي خيرك في محاك، تواحد ما كتجيبو الماكله عند شي واحد، تواحد ما كتجيبو الماكله عند شي واحد. اللي جاي يشوفك راه في سبيل الله جاي يشوفك. الله يخطيك يا سلمى. صافي البنات حنا وصلنا للمحطه، وصلنا سلمى ها الكيران فينا هما. شوفوا لقينا شي كار غادي يخرج الاسفي بلا ما تدخل لداخل. شوفوا هاد الكيران هذا ما كنمشيش بالحليب ودا من دايره لينا زياره في المريض. يلا حيت كنقولها علاش كتجيبي الحليب وضروري هي تجيب الحلوى. يلا انا باش عرفتي تقولي علاش تجيب الحلوى. اختي اللي جبتينا الحلوى حنا راه مراضين. لا ما تجيبيش الحلوى اختي، هاد الحلوى واعره خطيره هاكا كتعجبني هاد غريبه انا. وميمي ما شتيش ميمي صح؟ ما جبتش ميمي وراه غادي تحس من ميمي. واحد ميمي عندهم كي دايره واعره. واحد الحلوى سميتها ميمي. هادي ديال اسفي هادي ديال جابتها سلمى وصافي. هذا هو الكسكوت حيت ما درنا والو حنا اختي، ما كايناش خارجه اليوم اللي كتخربق. انا كانوا عندي الناس ما درت حتى حاجه. مرحبا خديجه سمحي لينا اختي. الله اختي الله اودي. نكملوا البنات الروتينه ولا شنو هو؟ نقول ليه يوميه نكملوا يوميه ديالنا. راه ماشي نهار اللي كنت فيه عند امي، راه الغد الاخر هذا داك النهار جيت عيانه شويه وما بقيتش كملت التصوير. والبنات اللي كيقولوا لي مساكن في التعاليق خديجه راه باينه من صوتك عيانه، ما عرفتش يا البنات شداتني واحد ماشي ما كنحسش براسي انني ضربني البرد ولا، ولكن هي انا وكنشك في نقص فيتامين دي. حيت هو ديما كيدير ليا هكا، انا غنمشي ندير التحاليل عليه ونشوف الا كان ناخذ ليه الدواء، حيت هو اللي كيصبح الواحد مدقدق وما قادر يدير حتى حاجه. دابا هذا النهار الاخر على صورت معاكم بغيت نوريكم دوك الطنيجرات، حيت شحال البنات قال لي بقيتي كاع وريتيهم لينا، وكاينين اللي باغا تشري هاشوار ودرت معاها قلت لها غنوريك واحد الهاشوار خديتها وبثمن ناقص ربما تبغيو تاخذوا بحالها ولا. انا راه شريتهم البنات، غير انا ما خديتهمش من مرجان ولا من بلاصه اخرى، خديتهم من داك الموقع اللي كيعطاني العجانه. صراحه عنده داك الشيء ناقص في الاثمنه بالمقارنه مع لي غون سيرفاز كابرون ولا مرجان ولا اسواق السلموم، كلشي انا ما غاديش نحدد غير بلاصه واحده اللي غاليه. هما تقريبا كلهم دايرين نفس الثمن لي غون سيرفاز، ولكن هو هذاك البلاصه اللي خديت منها العجانه ديما كتكون ناقصه 100 درهم باش هي ان شاء الله نبقى نتقدم عندها ديما. هنا البنات غادي ندير ليهم الغداء، نوريكم غادي نشارك معكم هذيك الطريقه اللي كندير. هنا راه اللوبيا ما كانتش عندي مرطابه نسيت ما شتهاش، يلا مشى جابها ليا مصطفى. غادي نكب عليها الماء طيب، غنكب عليها الماء طيب وغنسد عليها واحد المده ديال ساعه ما غنطيبهاش، غادي نكب عليها الماء طيب ونسد عليها. هذيك الساعه غتكون هي طابت فيها، ومني غنحل غنزيد عليها لاصوص والعطريه والربيع ونعاود نروي ونعاود نسد. الا كان الروى ناقص ما كانش ناقص هذاك الماء هو اللي غنطيبها فيه. دابا هنا رانا غسلتها، نصايب كيكه على ما ترطب اللوبيا، بغيت نصاوبها غير العشيه للدراري، بغيت في العشيه نخرج نجري ضربيه وغنشارك معكم ان شاء الله. هو انا راه دافعه فيها خاصني نمشي غنجيبها، واحد الزربيه الكولوار وزربيه اخرى اللي غناخذها للمريح تحت طويبلة ونشارك معكم الاثمنه وندير معكم دوار على الموز الزرابي كما قالوا لي البنات داك النهار. ما درتش معكم حلوه ديال لاكريم، ولكن ان شاء الله يفوت راس العام ونحط معكم حلوه
زوينه بزاف وغتعجبكم واقتصاديه، شاريه المقادير وكل شيء، غير ما بغيناش نوجدوها في راس العام وصافي، حنا ناكلوها بلا راس العام. بسم الله، غادي نكب غير الماء الكافي اللي غادي نقدر نطيب فيه اللوبيا. انا ما عنديش بزاف هنا ديال اللوبيا، عليها وندير الصفاره كتولي بحال رطبناها ليله كلها. ايوا صافي غندوز نخليها وغندوز نوجد باش ندير واحد الكيكه بالزربه غير في هذا المول، بغيتها هكا غير الفطور العشيه الكسكروط هكا وصافي. بالنسبه للهاشوا ها هي، المهم انا كانت عجباني هذه ما عنديش الصراحه، واخا عندي دوك الباتور وعندي ديك الاخرى اللي كاينين واللي كنورك عليها، المهم راه الهوايه ديالتي واقيله كاع نشري هاد الشيء الالات الكهربائيه. ها هي كتجي هكا، غير هذه باش عجبتني فيها استعمالات كثيره، عندك فيها هذا اللي ما عنديش انا كعاجبني بالضبط هو هذا مع هاد الغراف، هذا طحني بها هكا هكا الحسوه صوبا هكا ولا اي حاجه، وهذا اللي ممكن نطحنوا به لا شابلير مكسرات هكا، بغينا اللوز غبره، بغينا كفته السرديل، ولو حتى هذه راه كطحل كفته السرديل، انا هذا كنخدم به عندي ديال بوش هو كنخدم به، شاريه بوحدو هذا 300 درهم ماركه بوش، ولكن حتى هاد الماركه زوينه راه خدامه بها انا، حتى هاد الماركه زوينه راه عندي زعما السنين هادو وانا خدامه بها زوينه. صافي انا غادي نوجد المقادير ونرجع معاكم. دابا البنات غادي ندوز ناخذ هذاك هذا وبغيت نخدم به كيكه، انا غادي غير نشارك معاكم على حساب البنات اللي عندهم ولا اللي باغيين ياخذوها، اما انا والله القاسم تنخلصها 300 درهم وشاريه الكسا الكوامل ب 800 درهم، لحقاش هما كيديروا 900 درهم، هذه ما عرفتش هذه وقيل ما عرفتش، المهم انا هذه بوحدها ختها ب 300. غادي ناخذ هذه راه كتفصل كديولها غير هكا وتهزوها، غادي نلصق هذه هنا، والشيء الاخر راه باين خدمته. انا غادي ندير معكم غير باش نخدم دابا انا كيكه، ممكن ديروا حتى بيضه وحده، دابا البيضه كي رخاص دايره 18 ريال مابقاش كي الاول، ومن بعد ما كنديرها بيضه هنا. بسم الله، المهم هاد الكيكه ساهله وكتجي زوينه، شويه الغاني وكاس السكر، حيت هادي يا البنات ما نكذبش عليكم كطلع البيض بالزربه على الباطور، هي كطلعو بالزربه الباطور كياخذ شويه الوقت، داكشي باش خديت هادي. صافي كما كتشوفوا البنات هاو تقريبا ما خداش ما كايناش حتى 5 دقائق تخدم لي البيض مع السكر تولي عندي بيض. غادي نزيد نص كاس الزيت، نص كاس الزيت وكاس ديال الياغورت والدقيق وخماره، غادي ندير جوج خمارات صافي وغنديرها في الثلاجه كما العاده، راكم عرفتوا كي كنت وليت نديرها في الثلاجه نص ساعه ولا ربع ساعه ولا ثلث ساعه، غيكون الفران بارد في الاول، غادي نخشي الكيكه عاد نشعل الفران وغادي تجي زوينه نتوما غتشوفوا كي غادي تجي. صافي بالنسبه لهذا كنطلع فيه المايونيز هنا، اولا بغيت نخدم غير شويه الكريمه هكا، الكريمه ديال الخفق هكا، الكريمه اللي كنزوق بها الحلوه كنديرها هنايا كطلع بالزربه، كيجي هاد الغرف كيجي معاها. المهم انا قلت لكم البنات راكم عارفين يعني واخا ما نكونش الحاجه دايره لها اشهار نصورها معاكم، يعني ما عنديش داك المشكل لما تخلصت الحاجه انا ما نصورش معاكم، ما عنديش داك المشكل اطلاقا، انا غنمشي عند مول الزرابي راه قلتها ليه قلت له غنصور عندك، قال لي ما كاين حتى مشكل غير صوري ونصور لكم شويه الزرابي. خديت واحده الكولوار تقريبا حسب عليا ب 13600 ولكن زربيه زوينه، ملي نمشي نوريها لكم ان شاء الله، ملي نجيبها نوريها لكم. وحده اخرى خديتها غير ب 180 درهم دايرين لها بروموسيون، دابا نوريها لكم حتى هي ملي نجيبها ان شاء الله نوريها لكم. نكمل الكيكتي ونرجع معاكم.
صافي درت البنات الكيكه في الثلاجه، جبت واحد الدجاج جبتو البارح ما بغيتش نغسلو البارح، كتكون ديك الشحمه ما كتكونش جامده، كتكون باقا شويه محرحره كتعييني هكا ما كتبغيش تحيد بالزربه. اما الا بات في الثلاجه الغد الاخر غسلناه، هذيك الشحمه كتكون شويه وقفات كما نقولوا حنا بحال جمدات، كنتبعها غير بالمليحه وكنحيدها. قلت للدرجه وعد مالي راس العام يبات معانا هكا ونسونا، ديما كندوزو راس العام غير بوحدنا. صافي غتجي امي واختي وغندوز نوريكم الطناجر، بغيت انا نمشي نجيبو ونجي. ها هما البنات هذاك السربيز ديال الطناجرات، ها هو فيه مقله ثقيله، من الاحسن ما تقليوش بها، تقليوش فيها اللي خداوها البنات ما يقليوش فيها، لان القليان تيخلي داك الجناب صفرين، يعني خليوها غير هكا مقيله ديال الكفته، مقيله ديال هكا. بغينا نطيبو غير شي حاجه نطيبوها فيها وثقيله زوينه. انا جربتهم، جربت الطناجرات الصغار هذه فايت فيها الحليب، هي الشوره خدمت بها، حيت كاين واحد النوع كتفيضي فيه وكيتحرقوا هاد الجناب، هادو ما تحرقوش. اللي الدين الا كانت العافيه مهيله ما كيسخنوش، كانت العافيه مجهده كيسخنوا، وراه عادي لانهم اينوكس. مهم تقاليل البنات الطنجره تقاليل ما تيحركوش. طيبت فيهم الزعلوك، كانت نيت عندي اسماء باش طيبت فيهم الزعلوك تقاليل. كاينه كاسرون البنات، هي كاسرونه بغلاقتها كلهم بغلايقهم، نحطهم هنايا ورجع معاكم. ها هما يا البنات، ها هما صفيتهم هنا، هي كلشي بالغلايق الجميله ولا الكاسر نزكيو السيبورات يا هي. المهم كما قلت لكم هما كلهم بالغلايق، ما كاينش حاجه بلغلاقتها. هذه جاتني يمكن مع الثقل تحط، هذه جات شويه مايله عاوجه، ملي قلتها لهم قال لك غادي يجي الدري وعاود يرجعها لك، يعني كيرجعوا خسرات شي حاجه، لقيتي شي حاجه مهرسه ملي تحلي الكرتونه كيرجعوها. قالت لي قال لي هو غادي يجي الدري ويرجعها لك ويعطيك غلاقه مقاده. صافي البنات كما قلت لكم كيجيو هاد الطناجرات، ربعه طناجر ومقله وكاسرونه. نوريكم الطنجره الكبيره، الطنجره الكبيره تجي زوج فايرجات ماشي كبار، ماشي كبار. انا فايت ليا واخده طناجر قبل ما تكون القان، خديتهم من الماكرو، خديتهم بشي 500 درهم، ولكن الديفو اللي خديت انا خديت دوك الطناجر مجلجين، كانوا مجلجين بالليموني. الا كانوا غير طاحت شي وحده طاحت كطير ديك الصباغه وكتولي الصدى في بلاصتها، يعني من الاحسن الواحد ياخذ الاينوكس، ما ياخذش داكشي الزواق ما كيكونش زوين. ودوك دوك الكساره اللي خديت انا من اسواق السلام اللي كنشارك معاكم نيت، خديتهم 200 درهم. هذوك الصراحه غير كما تنقولوا حنا همزه، لانهم ما كتسخنش ليميتهم، ما تيحرقوش فني، وصدقوا هما خمسه الكاسرونات اولا اربعه والله ما عقلت. شربنات المقله زوينه طيبوا غليقتها هكا، بغينا نطيبوا شي كبيده، بغينا نطيبوا شويه الكفته، شويه لادان، مريقه مريقه طريفه ديال الدجاج مع شويه ديال لاصوص كتجي زوينه. هادو خديتهم 800 درهم البنات، خديتهم لي كرون سيرفاس دايرين 900 درهم. بالنسبه للبنات الكوكوت اللي كنت انا حطيت وقلت لكم راه ما كتنفس، كنبقى مع كنبقى شحال عاد كتقاد، راه ماشي خايبه ولا حيت واحد الاخت قالت انا ما بقيتش نشوف شي واحد عنده شرا شي حاجه ونشري بحاله. لا لا ما اقتنعتيش ما تشريش، حيت انا ماشي انا غير شاركتها معاكم، قلت لكم خديت 400 درهم من كارفور، هي ما خايباش، هي كوكوت زوينه. وراه جاوبتها واحد البنت قالت لها انا عندي وكتسد، غير هي كتبغي العافيه في الاول تكون مجهده باش كتجمع النفس وكتسد مزيان، وكتبغي شويه الخاطر. الناس اللي مقلقين ومعصبين غادي يسدوا غيبغيوها تصفر، هي اللي خاصك تقادي الجلده وتقادي الغلاقه. اما هي راه خدامه مزيانه، كنخدم بها انا كنطيب بها، غير انا كنمشي لهاد الفاكور حيت هي ساهله، غير طرق طرق وصافي. راكم حنا عرفتوا الواحد مبقى في ما يدير الخاطر، الله يحسن العوان، الانسان ولا الخاطر عنده ما كاينش. يعني ماشي وريتهم لكم قلت لكم سيروا شريهم البنات، انا غير شاركت معاكم حيت انا عارفه البنات اللي معايا غادي يشوفوهم كنطيبهم، يقول لي خديجه شاركيهم معنا، انا شاركتهم معاكم باقي جداد. طيبت في جوج كويملات صدقوا زوينين، ما حرقوش ليا، وهذا هو المهم، حيت كاين واحد السربيس على هذا دير شي 600 ولا شي 650، هو اللي عزلت في الاول، والسيد نصحني قال لي داك ما تديش لانه خفيف، قال لي دي هذا ثقيل والناس ما كتشكاش منه. هادشي اللي كاين البنات، يلا انا غادي نمشي نجمع عليا امي عناتي وغادي نمشي نكمل نشوف اللوبيا فين وصلات، ونطحن شويه مطيشه في هاد الهشوار نيت. صافي غادي نجمع هادشي ونرجع معكم ان شاء الله، غادي نطحن شويه مطيشه باش نديرها في اللوبيا، حيت هادي اول مره غنجرب فيها هاد المطيشه، كنطحن غير في ديك الاخرى زوينه. غادي نزيد واحده اخرى حيت كانوا عندي جوج عمروها ليا، دامي طحنت نقصت نزيد واحده اخرى ونكمل الطحين. صافي هي اللوبيا تقريبا راه رطابت، ها هي غادي تطيب، غنزيد عليها مطيشه والعطريه. صافي ما
ما غاديش ندير مطيش الحك ما والو، كتعجبني اللوبيا بحق قبل مطيشه ديال الحك. صافي غنزيد العطريه اللي مولفه والزيت ونسد عليها وان شاء الله شويه طيب، ويلا شويه نتلاقاو باش نقول لكم بالسلامه. صافي البنات، هي الكيكه طابت دغيا تقريبا، الغدا حتى هو طاب، غادي ندير فيه غير شويه الربيع دابا وساليت بكري. الكيكه راه بحال البونجاجات، نقطع لكم شي طريف تشوفوا واخا باقا سخونه، جات زوينه، جات بحال شكل الجينواز هكاك، جات كيكه خفيفه ظريفه ما فيهاش قوه. شوفوا جات زوينه ومشيبكه كما تنقولوا، جات خفيفه بزاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو الكيكه خفيفه، ما كاينش مخف من هذه، غنخليها بحال هكا، ما غندير لها لا كونفيتير لا شوكولاط لا حتى حاجه، غير بغينا غير الكاسكروت وصافي. طيبت عليها عافيه مهيله في الفران ديال الطو، وكما قلت لكم ديروها في الثلاجه، راه هذا هو السر ديال الكيكه باش كتجي زوينه. وضربتها في الاول وصافي، تضرب الاول البيض مع السنيده وضربوا مزيان، هذاك هو اللي كينجح الكيكه. صافي البنات، هنا غادي تكون نهايه ديال الفيديو، دابا راه ما غاديش نشوفكم حتى العام الجاي ان شاء الله، ان شاء الله العام الجاي تكون ان شاء الله العام الجاي يكونوا فيديوهات زوينين، تكون شي حاجه جديده، الالتزام بالوقت بزاف د الحوايج. وكنتمنى كنتمنى العام الجاي يدخل عليكم الصحه والسلامه والرزق والنجاح ولاد المسلمين كاملين يا ربي، واهم حاجه الله يعطيكم صحيحتكم. يلا خليتكم الراحه وفي امان الله. السلام عليك يا رسول الله.